يقول ست ذبايح ايه؟ قسمها حية على أربعة أنفار، ولا زود الأول عن الثاني وحلوها. هات هاتها. يقول ست ذبايح حية ايه؟ قسموها على أربع أنفار ولا تزود الأول عن الثاني في حلالها، ترى موجب كلامها وحلوها. يلا ذبايح حية. اي نعم ذبايح حية طبيعية صح، ما فيها أي مشكل. ها فرقها على خمس أنفار. على خمس ولا ست؟ لا على خمس أنفار، ما عندك ستة، هذول الرجال الأنفار خمسة والذبايح ستة، وفرقها على الستة بالتساوي. فرق الستة على خمسة. على على الأربعة. الذبايح خمسة أبو. الذبايح ست. الذبايح ست. خمسة. إيه. وهم خمسة. وهم أربعة أنفار، يمكن سامعينها لكن هذا اللي أنا سمعت. ووزع الستة الذبايح على الأربعة الأنفار، ولا تزود الأول عن الثاني، لا تزود له، خلهم بس سوية. فهي واضحة وحلها بها. ذبيحة ونص. لا لازم تعطي كامل، ولا فيها تقسيم ولا فيها ما فيها تقسيم. لا ما فيها شيء، يعني ما يصير اعطي كل واحد وحده. لا لا يقول ست ذبايح اقسمها على على اربعة انفار. ايه واضح. ولا تزود الاول عن الثاني. طيب ازود الثالث عن الرابع؟ لا ما تزود، المهم ما تزود الاول، ما تزود الاول عن الثاني. والثالث عن الرابع عادي؟ لا خلاص تبي توزعها بينهم، هذه ستة ذبايح وهم اربعة انفار. ابعطي الاول اثنتين. نعم. وأعطي الثانية ثنتين. وبعدين كم بقى؟ وبعدين واحدة واحدة. صح؟ وش تقولون يا اخوان؟ انت وضحتها لنا يا ابو. ممكن من نظرة شرعية اللي بذكر مثل حظ الانثيين. لا 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 بس يقول لا تزود الاول عن الثاني. هو خص الاول والثاني. زود الثالث والرابع الاول والثاني. ممكن رجالين وحرمتين. لا لا حلال حريم. لا لا ما هم حريم. مو صح؟ لا لا هو يقول لا تزود الاول عن الثاني. اعطيت الاول ثنتين. نعم. والثاني ثنتين. الإجابة هنا الثالث والرابع هذا واحدة ذا واحدة ما لهم شغل في الحسبة. صح الإجابة هنا لا تزود الأول على الثاني. بس يا سلام. ايه. طيب ما اتفقتوا مع الرجال؟ ايه. هذه فسرت النفسة. بيض الله وسلاماتكم.